بأنني مش قادر. وبعدين لازم نتعلم بأنه تتقدم الحاجة تقدر لها، تقدمش الحاجة ما تقدر لهاش أو في اعتقادك أنك ما تقدر لهاش. فأنا لن أعطيك أي اسم، ولست مستعد لكي أترشح على الأقل الآن أو في السنتين القادمتين أو ثلاثة، مش عارف وش راح يحدث بعد ذلك. ولكن أنا الآن بعيد تماما عن عن عن, عن, عن الاتحادية. والأسماء لن أعطيك أي اسم. أعتقد أيضا بأنه لا يجب أن يعود محمد روروة للاتحادية، مش لأنه ما يقدرش أو ما يعرفش، لا خلاص حقنا زمن آخر، لازم جيل آخر، لازم ناس آخرين. نعم هو كبر في السن،